تعالوا نشوف الصور اللي يلا حبيبي يلا. نعلق عليها على يلا كل صور يلا احكي لنا عن كل صور يا يلا خلينا نشوف الصور زميلنا المخرج ليث وهي الصور نبلش من هون وتعلق عليها اخوي شوفوا شوفوا الاخوه السعوديين يعني في هون عندك خمس ملوك نعم والشريف عبد الحميد الاربع متوفين في الملك عبد الله اللي وراء الملك هلا معروف آه. فانا دائما بقول ايش ليش حطيت الصوره هاي عشان نتذكر انه الحياه رايحه اكيد خلينا ندير بالنا على شعوبنا صحيح. على المساكين وعلى الطيبين بس هذا وهذا كان حلم الملك حسين نعم بس شوف الصوره الثانيه تحب زهراب هاي الصور هون ممتاز أحسن أقرب لك شكرا والله هاي شيخ زايد يعني والله بتذكر مرة الله يرحمهم شايفة مرة بتذكر افتتح سيدنا شغلة في أبو ظبي ما كانش في دبي وقتها يعني بداية الثمانينات فوحياتك انه الشيخ زايد رقص له للملك حسين في سياريت لو حطيت يعني قديش كانوا يحبوا بعض هلا هون هاي صوره فريده للملك علياء الله يرحمها ايوه هون مره بتذكر لانه ليش بدي احكي هاي قصه العين ايوه مره الاميره هيا بتحكي معي من دبي بتقول لي زهراب في رسام عندي في البيت بده يعرف شو كان لون عيون الماما دمعنا أنا وياها على التليفون ما بتعرفش بنت ما بتعرف عيون أمها تصور يعني قديش كان صعب الله يخلي لنا إياها حبيبتنا آمين. حبيبة الأردن كلها الأميرة هي فهاي شوفي هذا الحب شوفي النظرة شوفي أيوة. الحب ترجم لي النظرة مش مصطنع نعم عرفتي خالتي مش مصطنع الحب يعني طبيعي جدا وهي حبيبي عم بتطلع علي يا الله يا الله يا الله شوف يعني انت شايفه عم بتطلع عليك بالاخص شوفي ما بتطلع علينا واحنا يا اخوي انت اوعى تنسى انه تطلع على الاردن كله صحيح طبعا نعم. تطلع على الاردن كله يا ريت هاي الصورة مع مين سيدي هاي الاميرة هيا هيا كان مسميها هيوتي قديش كم شهر هون او كم هون بدها تكون 6 7 شهور انت كأم انت المفروض تعرفي لانه الناس بيقولوا لي 10 اشهر بقول لهم لا لانه كانت تحبي هيك على الارض عرفتي طيب هاي الملكة علي وانا ابو الكرموش انا هذا انت ابو الشعر اللي هاي الصوره خلي لنا اياها عشان احنا هيك نضلنا نقول كنت هذا خنفس كنت خنفس كشه كشه شو الكشه يعني؟ يعني كشه شعر الطويل يا الله شو جميلة هي مش باروكة دير بارك مش كشه باروكة هاي شعر مش اصطناعي